نكمل مع بعض. احنا قلنا class consist of number of ايه؟ quarters. quarter consist of number of families. الfamilies contain number of genera. genera ده المجموع، مفردها genus. genus consist or include number of species. الspecies ده least level اللي عندنا، اللي بيحصل فيه interbreeding of organisms and produce healthy fertile offspring. ندخل على اخر حاجه عندنا دايكوتوماس كي، مفتاح التصنيف. لو انا جبت لك صوره من اي ليفنج اورجانيزمز وقلت لك اعرف لي الكاركترز بتاعتها والنيم، لازم اعمل خريطه معينه اوصل بيها للكاركترز والنيم. فور اكزامبل، لو انا عندي مثلا انسكت، الانسكت دي كلها يعني انت شايف الصوره دي كلها انسكت، كلهم شكل خارجي مورفولوجيكال او الاكسترنال شيب شكلهم انسكت، لكن في كاركترز كتيرة مختلفة بينهم. فنمسك الانسكت، في منها نوعين، في وينجلس في وينجت. طب مين الانسكت نقول عليها وينجلس؟ يعني not contain wings. الانت دي انسكت لكن ما عندهاش وينجز. في انسكت عندها وينجت، في منها نوعين، ممكن تكون وينجت بس منها one pair of wings او two pairs of wings. طب لو الانسكت دي one pair of wings ممكن فيها احتمالين، ممكن تكون عندها legs shorter than body زي الهاوس فلاي، أو يكون هي one pair of wings بس legs longer than body زي الموسكيتو. في احتمال تاني يكون winged عندها two pairs of wings، بس two pairs of wings في احتمالين، ممكن تكون الwings covered with bright scale زي الموس أو اللي بنقول عليها butterfly، ممكن تكون two pairs of wings بس transparent wings أجنحتها شفافة زي dragonfly. لو تلاحظ إن كل مرة بقسمهم اتنينات، wingless winged، one pair two pair، legs shorter than body legs longer than body. وفي كل مرة من الاثنين دولت انا بختار منهم واحد عشان اوصل للوصف اللي انا عايزه. يعني قلت لك اديني description للموسكيتو، وصف للموسكيتو، اقول له insect winged contain one pair of wings legs longer than body. طب انت بتختار على اي اساس؟ حسب الصوره اللي قدامي. يعني انا بقول اوصف الموسكيتو، ما اقدرش اقول لك دي لوكس legs shorter than body، لازم اقول longer than body انا شايفها كده. ما اقدرش اقول عليها two pairs of wings انا شايف ان عندها one pair of wings، يبقى انا بختار حسب الشكل اللي قدامي. وده اللي بنسموه الدايكوتوماس كي، series of description ordered in pairs، يعني بنصنفه اتنينات اتنينات. And leads the user to identification of living organisms that are unknown to him. ومنها نقدر نوصل للمواصفات الأورجانيزم اللي أنا عايزه. طب إيه الطريقة بتاعته؟ الديزاين متصمم على أي أساس؟ start with broadfish، يعني أنا قلت كله insect، ده الشكل العام. Then it get more specific and privacy، نبتدي نخصصه، نبتدي نضيق الحدود بتاعته. يعني أقول لك الإنسكت فيه wingless أو winged، لو winged one pair أو two pair. Through each step you can choose one of the two descriptions. في كل مرة عشان أوصف شكل معين أو أوصل لكاركترز الليفينج معين لازم أختار واحد من كل اتنين. بختاره على أي أساس؟ according to the characters of living organism، حسب الشكل اللي أنا شايفه في الصورة. As the end you will reach to description lead you to organism's name. في الآخر هوصل للنيم، بعد كل الوصف اللي أنا بوصفه هوصل لاسمه وأوصف وصف دقيق جدا، وأوصل إيه نوعه، insect bird reptile زي ما يكون. وبكده أنا وصلت لآخر lesson 1، وأتمنى إنكم تكونوا فهمتوه معايا.